يستمر الاقبال على الحمله الوطنيه للتطعيم في مملكه البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعه الاولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم امس الثلاثاء اكثر من مليون ومائه وسته وثمانين الف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعه الثانيه من التطعيم مليون ومائه واربعه وخمسين الف شخص هذا وقد تلقى الجرعه المنشطه من التطعيم اكثر من خمسمائه وثلاثين الفا واربعمائه شخص